امريكا. انت وصغيري كنت تمسكي عصايه الممسحه سيرين وتعمليها ميكروفون وتغني ويسترجي حدا يتحرك يعني مشي قاعد ولاد خالتي ولاد عمتي كلهم هيك مقابيلي وبلش بدي غني وممنوع حدا وكانوا يزهقوا خلص بدهم انه يروحوا يلعبوا شيء طابه شيء انه شيء لا انا لازم تخلص الغنيه كامله وكنت شو نقي اطول غنيه يعني شيء اكيد لست ورده لانه ماما كثير بتحبها. غني لي شيء لورده اليوم كمان. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي بري وانا ارسى عليه. امال انا ايه؟ قول لي انت انا ايه؟ اختار لي بري وانا امشي عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي علشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي. سنة 2002 انتخبتي ميس توب موديل اوف ذا وورلد من بعد ما مارستي مهنة عرض الازياء مع فيليتشينا روسي، زهير مراد، عبد المحفوظ، ميراي داغر و وغيرهم كتار. بدي اقول انه قبل لما كنتي موديل مثلتي فيديو كليب مع ابو وديع وحلشك بشعرك. هيدي رولا ناصر. رولا بدي فطسك. رولا اكيد عم تسمعني. رولا زميلتنا بالاعداد رولا صار حلشك بشعرك ابو ديا؟ لا اقول لك شيء، انا كنت حط فوزونك هلا يعني ما بنفضح حالنا بس اكريليك كمان يعني ضفير، بس قبل ما كان دارج اكريليك كنا نحط فوزونك، فهو عم بيساعدني لاطلع يعني ضفير يعني ضفير اصطناعي، فعم بيساعدني لاطلع على البوت وطق الضفر بايده. هلا هو شو اعتقد انه انا كسر لي ضفره؟ صار لي يا حياتي يا حبيبتي يا حرام انه جيبوا لها شيء كسرت لها ضفره وساعدوها وهيك. بعدين انا قلت له انه ابو وديع انه استجاج انه هيدا ضفر مش طبيعي خلص انه فينا نكفي الكليب انه بنظبطه بنلزقه. شدني بشعر قال لي هدول شعراتك؟ ها ايدي هاي سناني كل سناني. انه قلبي حجر يا مملح البشر على الشكر بكر.